بسم الله الرحمن الرحيم. في مقابلة الشارع في رمضان معنا الأخ، اسمك؟ أحمد يوسف السقار. أحمد يوسف، طلع صوتك. ها، ماذا تقول في بهذه المناسبة وفي شهر رمضان وكورونا بالذات؟ أولا نقول كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام والعباد بإذن الله. يا الله، كل عام والأمة الإسلامية بخير، وأسأل الله بمنه الكريم أن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يجمعنا على خير. يا الله، وكورونا هذا ابتلاء من الله. نعم. ولازم الرجوع إلى الله عز وجل قبل أن تراقب الناس، راقب نفسك. نعم، ما شاء الله. والدعاء، الدعاء لله، ما هو مكتوب من الله حياه الله، والحرص واجب، والحمامات إن شاء الله. نسأل الله يخلصنا منها. الله يبارك فيك يا أبا مطران. الله يسلمك. الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن احنا في محل المجزرة، هذه الطيبة. آمنة. ايوه، مجزرة آمنة بالقرفي. بالقرفي، نعم. هذه مدخل البديع القرفي في القرية عند الورش وعند الغاز. والآن التقينا مع صاحب المجزرة هذه، يحدثنا الليلة عن شعوره برمضان وتهانيه، وكذلك عن كورونا. نسأل الله يخلصنا هذا الوباء. الحمد لله، وشهر مبارك ان شاء الله. اسأل الله ان يخلصنا من الوباء هذا ان شاء الله، ويصرف عنا وعن جميع المسلمين ان شاء الله. وشهر مبارك ان شاء الله على الجميع، والمحل محلكم للحوم البلدي الطازجة في أي وقت. حياك الله وشكرا لك. شكرا لك. المعلم عليكم في أي وقت. تشرف عليكم الله. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبي. في رمضان الليله، ما تقول يعني في شهر رمضان ما تقول؟ والله عفدي، احمد الله. ما قدرت اسوي عملي في القلب، ما ادري. الله يشفيك، الحمد لله. وهذا الاخ علي محسن زي العين، والحمد لله طلع بخير، ونطمن كل محبيه وكل اللي يبون نطمنوا عليه. وكل عام وانت طيب، والله يتقبل منا ومنك ان شاء الله. تكلم يا وقول يا اخي عن رمضان، ما تقول عن رمضان؟ كل عام وانتم بخير. وهذا الاكلات الشعبيه عنده. انا خلي صاحب الحفله. يعني. يا احمد، يا احمد تعال، يا احمد تعال، يا احمد. السلام عليكم. حياك الله. خلي الريالين. ما تقول عن رمضان؟ رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. والله يخلصنا فاض كورونا. امين يا رب. الله يخلصنا من كورونا. الله يخلصنا من كورونا. امين يا رب. يا الله، حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. الان محلات الاكلات الشعبيه، ما تقول؟ في الأكلات الشعبية عندك، ما هو؟ عندي فول، وعندي جبن ودقيق، وعندي حلبة. أيوة. عندي فول، أبدع فول في المنطقة دي. ما شاء الله، تبارك الله. صحيح. طيب، وما هي التعليمات التي توصل بها الزبائن عشان يخشون عندك من عند الكورونا هذه؟ يعني نحافظ على الاحترازات. لابد ولابد ولابد. والتباعد، كلام صحيح. فنان هذا، فن الوجه. لابد من التباعد. فنان. ما شاء الله، تبارك الله عليكم. الاجراءات الاحترازية ولبس الكمامة. نعم، أحسنتم كلكم، الله يبارك فيكم، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأخ يحيى مهدي سلطان الحربي. ما تقول في رمضان؟ رمضان كريم، كل عام وأنت بخير، ونسأل الله يخلصنا من كورونا ومن وباء كورونا. يا الله، الله يوفقنا، الله يوفق الجميع. حياك الله وشكرا لك.